بسم الله، السلام عليكم. ملعقة صغيرة من هذه البذور صباحا على الريق، فقط ملعقة صغيرة، وإن شاء الله تعالى راح تحل البركة والخير بصحتكم وبعافيتكم وبحياتكم. بذور القطونة واللي اسمها باللغة العربية الفصحى نبات لسان الحمل، وبسموها الأجانب السيليليوم. هالسيليليوم هذا بذور القطون هاي قشرها أو البذور كاملة نوع من الألياف عالية الجودة، مهمة جدا للبطن، مصنوعة من قشور بذور نبات لسان الحمل. هي ملينة، ما بتعمل إسهال ولا بتعمل إمساك، ولكنها بتلين البطن وتقوم بأعمال كثيرة جدا لصحة الإنسان والجهاز الهضمي. سبحان الله، الأبحاث كلها بتقول بأن السيليليوم مفيد لأجزاء كثيرة من جسم الإنسان، مش بس للجهاز الهضمي، لكل جسم الإنسان سبحان الله، بما في ذلك القلب والبنكرياس. يعني فوائدها أكثر بكثير مما نتصور. السيليليوم بيخفف الإمساك. السيليليوم هذا أو قشور نبات لسان الحمل أو اللي اسمه القطونة أو القاطونة أو البذور كلها تخفف الإمساك، تمنع ما بتخلي، بتساعد بعلاج الإسهال، ما بتخلي في عندي إمساك ولا إسهال، بتخفض السكر بالدم بشكل ممتاز جدا، بتزيد من الشعور بالشبع، ولذلك بتساعد على الإنقاص بالوزن. لما نشربها بتخلي الإنسان يشعر سبحان الله بالشبع، فما بيأكل كثير. زائد من عجائبها سبحان الله أنها تخفض الكوليسترول بالدم بشكل ممتاز جدا، ولذلك مفيدة جدا للقلب. زائد بأنها عجوبة ورائعة جدا في دعم البكتيريا المفيدة في الأمعاء، يعني لها تأثيرات بريبا يوتيك. بالنسبة للجهاز الهضم، السيليليوم هذا ملين، بذور القطونة أو بذور نبات لسان الحمل أو قشورة أو كلها ملينة للبطن. ليش؟ لأنها بتمتص الماء بالأمعاء وبتجعل حركة بتخلي حركة الأمعاء أسهل بكثير، بتساعد بتعزيز الانتظام دون زيادة انتفاخ البطن، ما بتعمل انتفاخ سبحان الله. لذلك إذا عندك إمساك ممكنك تستخدمها مرة مرتين يروح لك الإمساك، أو تضيفها لنظامك اللي تضيفوها لنظامكم الغذائي، بتعزز الانتظام وصحة الجهاز الهضمي بشكل ممتاز. الناس اللي عندهم متلازمة القولون العصبي IBS واللي عندهم مرض كرون، ما في أحسن وما في أزين منها. الناس اللي عندهم متلازمة القولون العصبي ومرض كرون على دير بيعرفوا بأنه الأمعاء عندهم ما بتشتغل كويس ومش منتظمة. السيليليوم هذا أو بذور القطونة أو القاطونة خيار عقلاني جدا، حتى لو ما عندكم مشاكل بالمعدة أو بالمصارين، ترى ما في أزين منها للجسم كله، فوائدها عظيمة جدا للإنسان. زائد بترجع البروبيوتيك، بتزيد مستعمرات البروبيوتيك بالصحية بالأمعاء، وبالتالي بتخف الأمراض بقدرة الله عندنا، وبالتالي بتخلي الجسم قادر بقدرة الله على محاربة العدوى وتقليل الالتهاب، محافظ على الأنسجة والخلايا السليمة، إضافة بأنه بتخلي حركة الأمعاء تمشي بشكل ممتاز جدا. السيليليوم له قدرة على التليين، ولكن لازم نشرب بعده ماء، كميات جيدة من الماء. لما نشرب بعده ماء كميات كافية. هذا مفيد مع الأمراض قصيرة المدى، اللي عنده إمساك، اللي عنده قولون عصبي، اللي عنده مرض كرون، ترى مفيد جدا لك. زائد بأنه تدعم صحة القلب سبحان الله. الأبحاث كلها بأمريكا بأوروبا بالعالم كله تقول بأنه تناول الألياف القابلة للذوبان
بيساعد جدا في إدارة مستويات الكوليسترول بالدم. الكوليسترول تنظيمه مهم جدا، خصوصا الناس اللي عندهم بعد 40 بعمرهم فوق 40 سنة، ضروري ضروري جدا تنظم الكوليسترول عندك. إذا أكلت السيليليوم هذا 6 أسابيع شهر ونص، في وسيلة فعالة جدا للناس اللي عندهم سمنة، اللي عندهم كرش، اللي بيحبوا ينزلوا وزنهم، اللي عندهم كوليسترول عالي. آثاره الجانبية هذا قليل جدا، تكاد لا تذكر. إذا كان عندك الكوليسترول مرتفع وأعطاك الدكتور علاج، اطلب منه أن يسمح لك بتناول السيليليوم، لأنه ممتاز جدا. الألياف مثل السيليليوم عند إضافتها للنظام الغذائي بتساعد بتقليل خطر إصابة الشخص بالأمراض القلب. السيليليوم بينفع القلب لأنه بينزل ضغط الدم، بيحسن مستويات الدهون، وبيقوي عضلة القلب. الناس اللي عندهم كرش والناس اللي بيأكلوا كثير وعدة مرات كل يوم، أنت محتاج جدا أنك تضبط وزنك. السيليليوم والمهم جدا للناس اللي عندهم قلق من زيادة الوزن، خاصة الناس اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكري، بزيد وزنهم كثير كثير. إلى جانب كونه مفيد للقلب ومستويات السكر بالدم، السيليليوم بيساعد على إنقاص الوزن بقدرة الله. ليش؟ لأن السيليليوم بيمص السوائل، بيمتص السوائل اللي بالجسم، وبيساعدك على أنك تشعر بأنك شبعان، ما أنت محتاج إلى المزيد من الوجبات. هذا بيخليك تتحكم بكمية الأكل اللي بتأكلها، وبأزرق جدا جدا. إذا كان عندك كرش وذهب ورحت للطبيب، فاطلب منه أن يسمح لك بتناول السيليليوم، فهو آمن تماما. إذا عندك سكري كمان، مرضى السكري يجب الانتباه لنظامهم الغذائي عشان يعملوا توازن صحي بين الأنسولين وسكر الدم الجلوكوز. الألياف مثل السيليليوم، مثل هذه البذور القطونة أو بذور أو القاطونة أو نبات لسان، بذور نبات لسان الحمل، تساعد الناس والحفاظ على توازن صحي في نسبة سكر الدم. زائد بأنه السيليليوم له تأثيرات للبريبايوتيك، وهي مركبات غير قابلة للهضم، تغذي البكتيريا المعوية وبتساعدها على النمو. الباحثين والعلماء بيقولوا إن السيليليوم بيعمل هذا التأثير الرائع جدا. السيليليوم مقاوم إلى حد جيد للتخمر، لكن البكتيريا المعوية ممكن تخمر جزء من ألياف السيليليوم. بينتج عن هذا التخمير أحماض دهنية قصيرة السلسلة، بتدعم البروبيوتيك عندك بشكل ممتاز جدا، لأنه بيتخمر. الشيء العجيب بيه بأنه بيتخمر ببطء، وبالتالي ما بيعمل غازات بالبطن. خذ ملعقة صغيرة، خذ يا بنتي ملعقة صغيرة من السيليليوم، حطيها بكوب، صبي عليها ماء عادي مش ساخن، ماء نظيف عادي بارد عادي، حركيها، حركها وتركها 5 دقائق. بعد 5 دقائق ارجع حركها جدا واشربها على الريق، راح تدعي لي طول عمرك البركة والخير، راح يجي عليكم وراح ينزل ببطنكم بصحتكم إن شاء الله تعالى. إذا عجبكم الفيديو رجاء تكريمنا بوضع إعجاب، مشاركة الفيديو بالواتساب، الله يرحم لكم الوالدين، تكفون تكفون مشاركة الفيديو بالواتساب. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، اكتبوا تعليقات حلوة، اكتبوا من أي بلاد جيتوا للقناة، ولا تنسوا للمشاركة الفيديو بالواتساب. خلينا نسلم على بعضنا. شكرا للجميع، شكرا يوتيوب، الله حييكم.